ورجعنا لكم تاني طبعا في ختام هذه الحلقة، الفقرة الأخيرة، الفقرة الثالثة، مواهب على الطريق. طبعا انضم إلي اللاعب الجيد، اللاعب أحمد حارس، لاعب نادي مدينة نصر السابق. أهلا وسهلا أحمد. أهلا بك أخبارك يا كابتن، حبيبي؟ الحمد لله، كله الله تمام يمنملك نجاح دايما، حبيبي والمميز في قطاع الناشئين ناجح دايما يا كابتن. هو حبيبي. فارس واللاعب طبعا فارس السعيد، لاعب جيد، لاعب ممتاز، منورنا فارس. الحمد لله يا كابتن. اسمك فارس سعيد؟ هاي سعيد ايه بقى؟ فارس سعيد بصل. بصل برضه، ماشي يا بصل. مويه كام يا بصل؟ مواليد 2004. 2004، ربنا يوفقك. طيب إيه والنجم بقى اسمك ايه؟ طه حارس منصور. طه حارس، طبعا لعيب نادي المقاولين، العرب من اللعيبه المميزين، منورنا يا طه. منورك. طبعا قبل ما نبدا في هذه الفقره معايا طبعا الكابتن رمضان ناجي، رئيس نادي المصري السلوم. اهلا وسهلا كابتن رمضان. تحياتي ليك يا استاذ احمد وضيفك الكرام. الله يخليك يا كوتش، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله. ايه اخر المستجدات والقرارات يا كابتن، وهل في عوده للاستئناف في دوره الترقي للممتاز به، ولا الوضع هيكون ازاي؟ والله اصبحت كل حاجه واضحه يعني، بس احنا برضو لسه مستنيين قرار، بس يعني بنسبه 70% او 80% نقولوا هتعود جميع المسابقات كلها، سواء الممتاز به سواء الدرجه الثالثه. احنا شايفين البلد مستقره، الحالات بقت بتنزل برضه، حالات الكورونا، الفرق كلها بتتمرن، يعني ماشيين ناحيه اتجاه اعاده المسابقات كلها ان شاء الله بعد العيد. ان شاء الله باذن الله. في تعاقدات جديده بدات بالفعل ولا لسه بعد العيد ان شاء الله؟ والله احنا قلنا الاول بس نشوف الدنيا رايحه على فين عشان نبني تعاقداتنا. طبعا احنا فاضل لنا ماتش واحد، مباراتين تعتبر، بس هي مباراه مهمه اللي مباراه الجزيره. هي المباراه ديت اللي هي الفيصل الاخير. اللي هي الفيصل، لو خدنا المباراة دي هنصعد ممتاز به. برضه أنت عارف ممتاز به عايز مرحلة تانية، عايز نقلة تانية، إن شاء الله. عايز تعاقدات جديدة، عايز لعيبة جديدة برضه عشان يقدروا يسعدوا النادي ويحققوا كل حاجة احنا في دماغنا وأي حاجة كنا مخططين ليها، عشان أنت عارف الممتاز به السنة الجاية هيبقى دوري صعب من 16 فريق يعني. تمام. وإن شاء الله بإذن الله احنا لو صعدنا مش هننزل بإذن الله، طموحنا أكبر من كده. إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق ونجاح كابتن رمضان ناجي، رئيس نادي المصري السلوم. شكرا جزيلا. قول لي كابتن أحمد كده بدايتك كانت فين سريعا كده؟ والله يا كوتش زي ما بنقوله بنطلع السلم درجة درجة. تمام. أول ما بدأت في شركة مياه البحيرة، ثم العاب دمنهور. من العاب دمنهور ناشئين الزمالك، من ناشئين الزمالك النصر التعدين، ومن النصر التعدين فريق أول مدينة نصر، وهو الملعب يحكم عليها كابتن. والسنة جاي العرض من نادي الزرقاء في فترة إعداد، ولسه يعني يا رفض يا قبول إن شاء الله، بس بإذن الله خير يعني يا كابتن. إن شاء الله يا حبيبي بإذن الله. قول لي يا طه كده، بالنسبه في بدايتك في نادي المقاولين العرب كان البدايه ازاي يعني؟ انا بدايتي كانت في العاب دمنهور، بعد كده رحت المقاولون العرب. من المقاولون العرب قعدت فيها فتره، جال عرض من الترسانه والوصل الاماراتي. تمام. والاهلي والزمالك، بس انا زملكاوي وبحب الزمالك، ونفسي انا العب اكون في لاعب في الزمالك ان شاء الله باذن الله. وانت بصل بقى قول لي. انا بدايتي في العاب دمنهور، لعب الشركه مع الكابتن تامر البلحي. انت مويت كام من الاول؟ مويت 2004. 2004، بس انت لاعب جيد يعني، بيشكروا فيك ان انت لعيب مميز يعني، ربنا يوفقك كده. طبعا تشكيل الاجهزه الفنيه، لو في صور يا جماعه سريعا كده بالنسبه لتشكيل الاجهزه الفنيه. الكابتن احمد فوز رئيس جهاز الكره بالنادي. طبعا قبل ما نبدا تشكيل الاجهزه، ده منشور جاي على صفحه رسميه بنادي الاسماعيلي بيناشد المواطنين ويهيب باولياء الامور اللي احنا ليس لنا اي فروع او اكاديميات بالقاهره بالاخص، وطبعا ولا يوجد استغلال لاسم النادي، ما فيش حد مستغل اسم النادي، عشان بس ما تتفسرش بمخرج ثاني يقول لك ده المنشور جاي للاكاديميات فقط لا غير، لا بقول لك او استغلال اسم النادي في اي شيء، مفيش الكلام ده خالص، الا اي حد يا جماعه يطلع يقول لنا لا ده احنا موجودين، يا ريت بيان رسمي مختوم بخدمه النادي الاسماعيلي واحنا نزعوه على الهواء مباشره. بس ده المنشور اللي جالنا من اداره نادي الاسماعيلي من الاستاذ ابراهيم، طبعا عضو مجلس الاداره، الاستاذ ابراهيم باسل، طبعا من الشخصيات المحترمه، عضو مجلس اداره نادي الاسماعيلي. فطبعا ده برضو لقطه شفناها تحت كوبري شبرا، لعيبه براعم من الاقاليم قاعدين كده في نادي سموحه. نادي سموحه ايه اللي جابه في شبرا؟ مش عارف. نادي سموحه في اسكندريه مفيش افرع يا جماعه، ولكن بياخد اكاديميه، اسم اكاديميه يمرن بيها، لكن يقول له تعالى امضي في نادي سموحه في القاهره
ادي لعيبه نادي سموحه اللي موجودين في شبرا، تمام، تحت الكوبري نادي سموحه في اسكندريه وليس في القاهره. احنا بنحذر طبعا، ده ملعب نادي الزمالك اللي هتقام عليه مباراه الناشئين لدوري الجمهوريه ان شاء الله، ده الاستاد الرئيسي اللي هيقام عليه مباراه دوري الجمهوريه بان شاء الله في ابهى صوره، وطبعا حاجات مميزه، ده الاستاد الرئيسي اللي هتقام عليه مباراه الدرجه الاولى ومباراه دوري الجمهوريه فقط ان شاء الله باذن الله هذا الموسم، موسم 2021. طبعا تشكيل الاجهزه الفنيه سريعا، الكابتن يوسف طاهر نجم منتخب مصر ونجم النادي الاتحاد السكندري مشرفا عاما على قطاع النادي الزرقاء، الكابتن ضياء المناوي مديرا لقطاع الناشئين، كابتن ايمن النعناع مديرا اداريا للقطاع، رئيس الاجهزه الطبيه الدكتور محمد سعيد خليف، طبعا مواليد 99 مديرا فنيا كابتن رأفت نور الدين، ومدربا عاما كابتن كريم احمد، مواليد 2000 مديرا فنيا كابتن محمد توفيق او حماده توفيق طبعا النجم الكبير، ومدربا عاما الكابتن شحت علي من الشخصيات المحترمه والمدربين الاكفاء، مواليد 2001 طبعا الكابتن محمود حنفي، ومدربا عاما له الكابتن خطيب بيبو، مواليد 2002 الكابتن ايمن طلعت طبعا، والكابتن مدربا عاما الكابتن عمار طلعت، وتحيه خاصه طبعا للحاج غزولي طبعا الحاج طلعت غزولي من الشخصيات المحترمه، ومدربا عاما الكابتن عمار طلعت، مواليد 2003 مديرا فنيا الكابتن محمد طه، ومدربا عاما الكابتن تامر الشاطر من الشخصيات المحترمه، والمدربين الاكفاء الكابتن تامر من الشخصيات الجيده جدا والمدربين ذات الكفاءه العاليه. 2004 الكابتن محمد حسن كريستيانو مدربا عاما الكابتن حاتم الكومي، 2005 الكابتن محمد بيب مدربا عاما الكابتن محمد عبد السلام، مواليد 2006 الكابتن محمود عبد العزيز، ومساعدا الكابتن محمد حسن، مدربين حراس المرمى الكابتن احمد المنشاوي، الكابتن حاتم السيد، الكابتن حسنين محمود، طبعا ان شاء الله باذن الله، ومشرفا عاما على قطاع البرامج الكابتن رضا الراي. الحلقه الجايه باذن الله هنقول طبعا التشكيل تاني، وطبعا قطاع البرامج لان لسه بادئين في عمليه انتقاء المدربين للمراحل الصغيره لان هي اهم شيء. قول لي يا بصل كده، بالنسبه لتطلعاتك في الفتره القادمه ايه بقى ان شاء الله؟ لعبت في العوده ونور ولعبت في الشركه. تمام، حابب بقى تكون فين بقى ان شاء الله باذن الله كده؟ الزمالك ان شاء الله. انت زملكاوي؟ ايوه. الفتره الاولى اهلاوي دي زملكاوي؟ ماشي كويس جدع، ماشي كله زملكاوي. عايز تكون في الزمالك ان شاء الله؟ أيوه. وانت طه؟ احب اكون في الزمالك برضه. تكون في الزمالك ان شاء الله باذن الله. وانت احمد طبعا زملكاوي. اه طب وانا زملكاوي. عايز نقول حاجه برضه يا كابتن احمد، اي شاب قاعد بيتفرج علينا دلوقتي بقول له انجح عشان حاجتين، عشان اللي عايزينك تنجح زي اهلك اختك اخوك حبيبتك والدتك ابوك، وانجح عشان حاجه تانية عشان اللي مش عايزينك تنجح. تمام، زي اللي مش عايزينك تنجح وكده يا كابتن احمد. طيب برضه عشان ما انساش الكابتن جمال فضل، الكابتن جمال فضل مديرا اداريا لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي، معانا الكابتن مروان بسيوني نجم نادي دمنهور ومن المدربين الاكفاء الموجودين بمحافظه البحيره. اهلا وسهلا كابتن مروان. اهلا بحضرتك كابتن احمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبي، اخبارك ايه؟ الله يخليك، والله الحمد لله كله تمام. والله ببارك لحضرتك الاول كده على التعامل مع الانديه المحترمه، وبتمنى لحضرتك موسم ان شاء الله موسم مميز كالعاده يعني. ان شاء الله حبيبي، قول لي كده اخر الاخبار البحيره والمستجدات الاخيره بقى. والله الحمد لله احنا باذن الله الموسم يعني باذن الله هيبدا كده الفتره دي بعد العيد ان شاء الله. في بعض الانديه الفتره دي بتبدا ان هي يعني تسوق للاختبارات والحاجات دي، طبعا لسه مش عارفين طبعا شوف الاختبارات هتتحدد السنه دي ولا مفيش. والله لسه لغايه دلوقتي عشان حته الاختبارات برضو يا كابتن مروان، الاتحاد مفيش اختبارات، مفيش اختبارات، ووزاره الشباب والرياضه تهيب المواطنين بعدم لجوء الاختبارات والتجمعات الكثيره. احنا يا دوبك ما صدقنا اللي احنا بنتمرن، لكن الانديه تعلن عن الاختبارات ده يبقى صعبه شويه. صعبه طبعا، وان شاء الله انا طبعا 2001 سنه دمنهور ان شاء الله كده ربنا يوفقك كابتن مروان من الشخصيات المحترمه والمدربين الكفاء. شكرا جزيلا كابتن مروان بسيوني. قول لي يا سعيد كده ان شاء الله باذن الله بقى في ختام هذه الفقره، حابب تشكر مين كده على الهواء بقى اللي بيساعدك بقى واقف جنبك؟ كابتن احمد فواز حبيبي، وكابتن احمد حارس هو سبب توصيل. تمام، وبابا وماما طبعا. وايوه والدي ووالدتي و ان شاء الله حبيبي. عم عماد هو برضك فضل عليا برضك شويه، والحمد لله بنادي الزرقاء
ان شاء الله فتحت باب عليا ان شاء الله ان شاء الله وصل باذن الله. قول لي كده طه ان شاء الله بقى حابب تشكر مين بقى؟ في البدايه اشكر والدي ووالدتي واشكر الكابتن خميس الشيخه والكابتن مروان بسيوني والكابتن كاريكا على اللي هو مقدموا لي يعني في خدمه المباراه ان شاء الله حبيبي. احمد بتحب تشكر مين بقى في الختام بقى؟ رقم واحد الكابتن احمد فواز حبيب. هو اللي خلاني احب المجال ده، هو مقدم البرنامج حاليا وهو رئيس قطاع نادي الزرقاء ممتاز به حبيب. هو السبب اللي انا خلاني احب المجال، واي لاعب في مصر نفسه يلعب في ابيض واحمر الزمالك والاهلي، وانا امنياتي ان انا العب في الزمالك عشان انت زملكاوي وعائله زملكاويه. والدي والدي برضه والدك زملكاوي؟ واخويا واهلي كلك يعني نفسي وطموحي ان شاء الله وثقه في الله يعني ثقه في الله كابتن احمد نشوفوك في حاجه كويسه ان شاء الله. طبعا في ختام هذه الحلقه طبعا بحب اشكر قصر اللي عمل الاستاذ اسلام طاير والاستاذ محسن عوض وطبعا الساده اللي موجودين معايا من المخرجين والمصورين، وان شاء الله باذن الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم باذن الله. يوم الثلاثاء القادم طبعا عيد بعد العيد ان شاء الله مباشره، وبرنامجكم ملاعب بلدنا، وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.